السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين المتابعين قناة عبدو عبد الله في كل مكان. من فات دار وتقل مقدار. الدور ده أنا نلف نلف الدنيا كلها ونرجع له، هو أحسن دور في الدنيا. أنا طبعا كنت عامل الدور اللي هناك اللي فيه زرع ومش هسيبه يعني، ولكن أكله يا جماعة بصراحة ما كيفنيش. عملت عليه فيديو واحد وقعدت خمس ست مرات سبع مرات معرفتش أعمل عليه فيديو، فرجعت زي ما حضراتكم شايفين كده وهنزل عليه النهارده وهو ونصيبه. انا عشمان في وجه الله وعندي عشم في ربنا ان ربنا هيرضيني من الدور ده، لان الدور ده الوحيد اللي عمره ما زعلني. ادعوا لنا يا جماعه ونهاركم زي العسل. يا مسهل الحال يا رب، اصلح الحال يا رب. يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب، توكلنا على الله يا مؤثر الحياة يا كريم. تفرج والله يبقى يوم زي العسل. الشر هيجيلي مشقة خمسة. يلا يا شيخ خمسة اديله على ودني يا ولد. شفا اسمها ايه دي يا ابراهيم؟ شفا خمسة. صباح العسل. اديله على ودني دوري. بسم الله عليك يا سبع. خش لعمبوكة. الحمد لله ده غنى. الحمد لله 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 الحمد دي انت ولا كرم عبد الطلاق دي؟ ده كرم برضو؟ بس ده كرم خلص. في سمكة بتنفس في الدور دي اقسم بالله شلطومة كريمة. خلينا يا جدع. شوف خلينا ازاي؟ ملاساه. الله انت ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي يا حبيبي. ماشي يلا روح صلي يا رب، روح نصلي هنا. سهل الحال يا رب. سمكه يا جماعه هي الاستاذ رضا راح يصلي، ربنا كرمنا بالسمكه الشلبومه دي من التور بتاعنا. من فات داره اتقل مقداره. الله اكبر الله اكبر. بس 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 شايف الدوري؟ عارف الدورة؟ السمكة العيدة اللي بتاكل من هنا
سهل الحال يا رب. دكتور رحنا بريد. طب اوعي يموتوا منا. ماشي يا مسهل الحال يا رب. تعالي يا زغليلو، تعالي يا زغليلو، دوري انصر دين امك يا دوري. تعالي يا زغليلو اديله على ودنه يا ولا شقليف حته شقلوفه. اديله على خشمه يلا. اسمع يا ابراهيم نسيت. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم يا رب، الله يصلح الحال وحال الجميع يا رب وكله يرضى. جابوا اتصل على التحرير. يا مسهل الحال يا رب، والله ربنا كرمنا يا جماعة النهارده. ولسه النهار في شويه اهو والله هتفرق الحمد لله. جواب يقول لك خد جواب ولا حد صراحه. لا يا ابني لو هتستقر والله المفروض تعمل ده كمان ان شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر. دلوقتي هطلع لكم العياش هتتفاجئوا والله العظيم. الناس اللي بتتكلم يا جماعه على صغر وكبر السنار، لو الميه رايقه صغر السنار، لو الميه ملبنه قدام حضرتك وما انتش شايف قاع الميه والله يا جماعه السناره ما هي شرط. يعني احنا شغالين بالسناره دي احنا من اول السنه. بشوف ناس بتشتغل بسناره ريم، سناره الريم هتضرب 10 سمكات هتضيع منهم 9، فيستحسن تفضل على السناره ديت بحيث ان السمكه اللي تضربها تيجي. يا كريم يا رب والله العظيم يوم عسل. من زمان ما تمتعتش وانا بنصيد. احلى ختام في الدنيا طبعا لما تبقى الغله واقفه المسافه دي كلها وتيجي تاخد شويه السمك دول، ده يا جماعة ده إنجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. دول يا جماعة صيدة النهاردة من دوري. بسم الله ما شاء الله شوية سمك يفرحوا. لما ناخد شوية السمك دول يبقى المية كانت. اللي أنا عملته في الدور ده عملت له حاجة كده. أنا ضيقت الدور يا جماعة لو حضراتكم شايفينه، أنا خليت الدور ده شبر بالظبط وخليته قدام كده متر إلا ربع. نص متر الا ربع ونص متر اهو بالظبط قدام حضراتكم اهو شبر من الحواش شبر اهو بالظبط اهو.
وخليته من هنا هو 75 ومن هنا نص متر. السمكه غصب عنها بتخش تاخد من هنا غصب عنها. وحكمت الدور وظبطته علشان كده خدت شويه السمك دول كويس. هو مش هنقوله مثلا خدنا 5 6 كيلو لا، بس كويس. لما تاخد لك 3 كيلو ولا حاجه ده رضا من عند ربنا. فيديو كويس وعجبني، وان شاء الله بامر الله هيعجب حضراتكم. يا ريت تعملوا لايك للفيديو يا جماعه، ومع 1000 مليون سلام. السلام عليكم.